وبدون حق كشارب ماء البحر كلما زاد شربا ازداد عطشا. فبعض الناس ينفق مئات القلوب في رحلة سياحية ولكن الذي لا يوازي فقيرا ولا يعثر على يتيم. والسبب في ذلك الجهل بنظام الإسلام والجهل بالحسنى. ألا وإن أعظم الازدواجية في حياتنا هي الازدواجية في أمر ديننا. نعلم الخير ونأتي منه ما أردنا ونعلم الشر ونجتنب منه ما شئنا. نعلم الهدى ولا ندخل فيه كله ونعلم الضلال ولا نخرج منه كله. باعتمادنا على الله تبارك وتعالى باعتمادنا على رحمة الله تعالى ومغفرته وكأننا لا نقرأ القرآن. فلما ذكر الله تعالى أن رحمته وسعت كل شيء ذكر أهلها وأحق الناس بها قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.